الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي متابعي قناة مينا سوفت. اليوم سنقوم بتنصيب برنامج أو محرر الأكواد باسكال ABCNE أو ABC نت سيتاب. إذن بعد تحميل البرنامج من الديسكريبشن، الرابط تجدونه في الديسكريبشن، إذا نقوم بتنصيب عادي للبرنامج. نضغط ضغطتين على Setup، ثم تأتينا لغتين، اللغة الروسية واللغة الإنجليزية. نختار الإنجليزية طبعا. إذا يقوم بعملية Unpacking Data. ننتظر قليلا ثم يبدأ عملية التنصيب. إذا نترك كل شيء على ما هو عليه، مسار كذلك، كذلك هنا path to pub cwork.networking directory نتركه كذلك على ما هو عليه، ثم نضغط على Install. إذن يقوم بعملية التنصيب. ننتظر قليلا. يمكننا أن نضغط على Show Details لنرى الملفات أو عملية تنصيب الملفات على الجهاز. إذا النسخة هذه هي النسخة 3.8.3.3115، هي version 3.8. إذا لاحظوا، وضع لنا أيقونة على سطح المكتب. وننتظر إلى حين انتهاء عملية التنصيب في البرنامج. إذا تمت عملية التنصيب بنجاح. نغلق على Close ونضغط على البرنامج وعلى أيقونة سطح المكتب. إذا هو البرنامج كما تلاحظون. أول شيء أتى لنا ب Default Name للملف، و الإكستنشن أو الإمتداد هو point point pass يعني باسكال. إذا هذا هو البرنامج. الواجهة بسيطة طبعا، وهو برنامج كذلك مجاني. يمكنكم هنا عمل بعد كتابة الأكواد عمل ران هنا، وأكيد سنعمل عليه مستقبلا في الدروس المقبلة إن شاء الله بعد التمارين. هنا الـ Output Windows، هنا الـ Error List والكومبايلر. كما قلنا الكومبايلر ميساج، إذن هذا عبارة عن كومبايلر، وهنا يقول لك أنه جاهز للعمل. إذن وهنا نحرر الأكواد الخاصة بالباسكال. إذن
كان هذا حول عملية تنصيب أول برنامج الذي هو باسكال اي بي سي دوت نت نسخة 383. إذا البرنامج تجدونه في الديسكريبشن، إذا ما عليكم إلا تحميله، وفضلا ليس أمرا ادعمونا لنستمر في تقديم الجديد. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.